النهارده هنعمل سمك يمكن عند بعض الناس اسمه غريب شويه، هنعمل سمك جوابي اللي هو السمك الصغير خالص خالص، بيتقال عليه في بورسعيد سمك جوابي. انا كنت في بورسعيد طبعا، وطالما قلت بورسعيد يبقى لازم ابعت تحيه كبيره جدا جدا لاهلنا وحبايبنا الكرام بجد في بورسعيد، ومقابلتهم الكريمه ومعاملتهم اللي زي الفل، كل التقدير وكل الاحترام لاهالي محافظه بورسعيد. السمك ده انا جايباه من حلقه السمك هناك في بورسعيد، زي ما قلت لكم بيقولوا عليه سمك جوابي. السمك ده غالي مش رخيص، يمكن اغلى كمان من البلطي العادي الكبير، لانه طعمه مسكر ازازه، وفي نفس الوقت بيتعمل بحاله زي ما انتم شايفينه، بزعنفه، بالقشره الخارجيه، بالبطن المقفوله، هو يعتبر ما فيهوش بطن من جوه، عشان الناس اللي هتستغرب الموضوع واول مره تشوف الحكايه دي، هو بتفتحيه ما فيهوش اي حاجه خالص، ولما بيتشوي وهو مقفول بيبقى طري جدا جدا، ما تتخيلوش قد ايه، وطعمه حلو. اوعوا تفكروا تفتحوه ولا تنضفوه، هيبوظ منك وهينشف، هيبقى عامل زي العيش البايت بالظبط. فهو بيتعمل كده بحاله زي ما هو، تيجي تفتحي البطن تلاقي البطن نضيفه، ما فيش بطن خالص جواه. السمك الجوابي اسألي عليه هنا في حلقة السمك أو عند أي بتاع سمك ويجيبهولك، ودوقي طعامك ودوقي السمك المسكر عامل ازاي. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف هنشويه ازاي في الفرن من غير أي دخان ولا أي حاجة، وهنعمل له التتبيلة الحلوة مع بعض ونقدمه كغدا جميل النهاردة ولذيذ. بسم الله. السمك الجوابي أول حاجة الشوي بتاعه عن طريق الردة، هيبقى معايا ردة، طيب ماشي، هيبقى معايا ردة ومعلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة شطة، وشوية زيت. دي كده المقادير بتاعة الشوي نفسها. دقة السمك أو التتبيلة الحلوة 3 كوبايات مية، ثوم مفروم، فلفل حامي مفروم أخضر وأحمر، بقدونس مفروم، ليمون وطماطم، ملح، كمون، شطة، كزبرة ناشفة، وعصير ليمون.